At the 19th Asian Games were kicked off on Saturday, Syrian President Bashar al-Assad is one of the foreign leaders who will attend the opening ceremony in China's Hangzhou. In an interview with Xinhua ahead of Assad's visit, Syrian Foreign Minister Faisal Maqdad expressed hope that this visit will further advance the friendly relationship between the two countries. هام جدا. الوضع الدولي تغير كثيرا. دور الصين أصبح دورا بارزا على مختلف المستويات. الصين تقوم بدور هائل لصالح البشرية. وتقدمت بالكثير من المبادرات في هذه المجالات لم يكن أولها الحزام والطريق وإنما كانت هنالك مبادرات تتعلق بالأمن الدولي وبالحضارة الإنسانية وبالنمو الاقتصادي الصين تقوم بدور هام والعلاقات بين بلدينا خلال السنوات الأخيرة تطورت كثيرا Maqdad also expressed optimism for the future relations between China and Arab countries. العلاقات الصينية العربية تقوم على المنفعة المشتركة على مبدأ win-win كما يقال غربيا ومن خلال تقديم المساعدات السخية من قبل الصين للدول العربية التي تحتاج إلى هذه المساعدات بما في ذلك سوريا. نحن ندعم أطر التعاون العربي الصيني ونحن متفائلون جدا بمستقبل العلاقات بين الدول العربية والصين وبشكل خاص مستقبل العلاقات السورية الصينية. Regarding the Asian Games, Maqdad said he's grateful for all the preparations made by China and he expected Syrian athletes to perform well in the matches. سوريا شاركت في كل النشاطات الرياضية التي تعقد في الصين من جهة وفي الألعاب الآسيوية بشكل عام على اعتبارنا غرب آسيا وأنتم شرق آسيا فأنا متفائل جدا بأن يتمكن الفريق السوري من ربح عدد من المباريات من خلال الفرق التي ستشارك ونحن ممتنون ونشعر بالارتياح لكل التحضيرات التي قامت بها الدولة الصينية من أجل إنجاح هذه الألعاب